اهلا بحضراتكم من جديد. كمان الاتحاد الافريقي عين الحكم البوتسواني جونشوا بوندو لمباراه الاهلي اللي جايه مع فيتا كلوب يا باشمهندس. ده الحكم اللي طرد ايمن اشرف في مباراه النجم الساحلي الموسم اللي قبل اللي فات، والكاف وقتها اوقفه 3 شهور. ما بقتش فارق معايا، ما عادوا يقولوا رضوان جيد رضوان جيد وحكم كويس. مش جيد. عمل اغرب قرار يعني مؤثر، اقوى قرار مؤثر في مصير بطوله، لان المساله تعرف لو 2-2 هناك ما كانتش هتفرق معايا. انما انت عندك على ارضك ده في وقت قاتل بشكل يعني. الهزيمه يعني تاثيره اكنك خسرت. طيب النهارده الكابتن محمود الخطيب تلقى رساله، وشوفوا بقى قيمه ما بيحدث من نجاحات على ارض الواقع في الاتصال بالكيانات العالميه الكبيره. فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني كان الكابتن خطيب بعت له خطاب بيتمنى له الشفاء من فيروس كورونا. الراجل شوفي الحمد لله، بعد جواب يا باشمهندس للكابتن محمود الخطيب بيعبر فيه عن شكره الجزيل. ده الخطاب اللي قدام حضراتكم، بيقول له عزيزي محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، اود ان اعبر عن امتناني لرسالتك الحكيمه، كانت لفته صادقه وطيبه منك. بيقول له نحن نمر بوقت صعب للغاية، كلنا معرضون للوباء. في حالتي أنا كنت محظوظا جدا لأنني تمكنت من التغلب على هذا الفيروس بسلامة. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم على كل النجاحات التي حققها ناديكم. وبعدين بيقول له حرفيا الأهلي منظمة رائعة ومرموقة جدا، يجب أن يكون جمهوركم فخور جدا بما تحققونه. والنبي أقول إيه؟ يعني هو قال ايه؟ يجب ان يكون جمهوركم فخور جدا بما تحققونه. وبيقول له نحن سعداء من اجلك لان لدينا علاقه رائعه مع الاهلي. مره اخرى شكرا جزيلا لك على لطفك ودعمك، اتمنى لك التوفيق في المستقبل. يعني ريال مدريد لما بيتحدث عن سعاده كل الناس فرونتينو بيريز مش هتلاقي مؤسسه اقليميه او دوليه في 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 على مستوى العالم ما بتديلكش هذا الاحترام وهذا يعني هي شايفه ان انت بتتصرف باحترافيه وباحترام وموجود في وسطيهم عارفينك. جمهورنا يعني الحقيقه يعني انا بستغرب ان مش عايزين يفرحوا، مش عايزيننا نفرح، نقعد نمسك في ماتش وارد خلاص محدش مبسوط من اللي حصل. لكن اذا كان حصل نقوم نطربق الدنيا ونقول بقى كل حاجة تبقى من أول السطر ونبتدي بقى ندور على حلول جديدة ليه؟ هو في حل. أنا قريت جواب ليورجن كلوب موجود معانا. لا اتفضل قول. ده بعد ما خد أحسن أنا مش عايز أقراه من على أو أنت طلعه وأنا بتكلم. اتفضل. لما خد أحسن مدرب في العالم ده من كام شهر وفي نشوة الاحتفال. اقول لك ليه؟ والنبي تقرا لنا. قال في الكلمه اللي القاها بمناسبه تتويبي بقى يورجن كلوب حتى وهو متعسر اليومين دول، لكن وهو بياخد احسن مدرب قال ايه؟ قال كلام معبر جدا، كره القدم مجرد لعبه يستمتع بها الناس نهايه الاسبوع، لا شيء يمكن ان تضيفه غير هذا. لن تحل مشاكل الفقراء واللاجئين، لن توقف حروبا ولن تاتي بالديمقراطيه، نتلقى اموالا كثيره لننسي الناس تعاستهم لتسعين دقيقة، ندفعهم ليصرخوا ويهتفوا حتى يهدأوا وينفسوا عن جوفهم المضطرب، نؤدي وظيفة فقط وعلى الناس العودة لحياتهم بمجرد سماع صافرة الحكم. الحياة لا تتوقف على كرة من الجلد. طيب الكلام ده قاله امتى؟ وهو في ذروة النجاح. احسن مدرب في العالم وفريقه حصد البطولات المحلية والدولية والإقليمية. طب لما الراجل ده يقول كده في زور كان ما كانش عارف لسه النكسة اللي هتجيله، لكن عارف ان كرة القدم فيها ده وفيها ده، وعارف ان يقول للناس خلوها لعبة بتستمتعوا بيها، ما بقيناش نستمتع بكرة القدم، ربطناها بحياتنا بشكل مخيف، ربطناها ان احنا نفضل نغيظ في بعض، ربطناها ان احنا نفضل نزهو على بعض. ممكن يبقى في اطار الدعابه ده مقبول، ممكن في اطار محدود وتروح زي ما بيقول لك تتبه لحياتك وتتبه. قال لك عيشها 90 دقيقه وفيها سعاده وفيها تعاسه. الحمد لله كل من ينتمي النادي الاهلي
لحظات السعاده 80% وتزيد او تزيد ولحظات وبيبقى كل لحظات الفشل اللي هي بتسبب لك نكد وانا وانت منهم. ايوه محدش يتاجر على خوفنا حبنا على الاهلي ده احنا يا راجل بنخاف نتفرج على الماتش من كتر التوتر ومن كتر الحرص، لكن بنحبه بالطريقه اللي تضيف اليه مش اللي تسحب منه. أيوة. ان انا باستمرار اسحب رصيد المسؤول بمجرد ما يعملش حاجه على مزاجي مش منطق يعني. وانت لو عملت استفتاء هتجد 90% من جمهورك متفق معاك، لكن في مجموعه بياخدها الحماس، بياخدها ان حد بيوجههم او مضايقهم في محيطهم بان الاهلي لما يخسر فيبقى هو كمان متضايق منك لما تخسر. مش كده. وبعدين لازم نعي ان احنا بندي هديه للمنافس مجانيه، ان انت بتكسر له في الفرقه، بتكسر له في الفرقه بتخرجه، هو عنده مشاكل مش موجوده عندك. فانت خلاص بتاخد المشاكل عندك، انت بتتبرع ان الناس تناقش مشاكل عنه. مش مشاكل هو في نفس المشاكل واكتر. خلينا نحب الاهلي تاني وتالت ورابع كما وجدناه، واحنا حبيناه ليه؟ انا قلت لابننا اللي كان بيناقشني النهارده، وبرضه انا ركبت مع سواء اسمه الحاج محمد هلال سواء تاكس من يومين، الراجل نموذج رائع متابع البرنامج وبيقول لي انا والله مش مصدق، المهم انك معايا فرصه، وابتدى يتكلم الراجل بس عنده نضج في الحوار يا استاذ ابراهيم بحييه عليه. وبعدين اتكلم بشكل موضوعي في النهايه اتفق معايا، لا ده الاهلي احنا في نعمه، واه في لحظات ما بنبقاش موافقين عليها، بس انا موافق يا باشمهندس ان ما ندربكش الدنيا. نموذج لان راجل بسيط، هو عنده حاجه و50 سنه وبيقول لي كان مديني توصيه، بيقول لي انا بشتغل الساعه 7 8 اروح البيت اتعشى وانام عشان اصلي الفجر والحق اشوف الاعاده معاكم في وقت الفجر، اتفرج الفجر الاعاده. واخد بالك؟ فكان حتى بيقول ان في برامج ثانيه زي خط احمر بتاع عايز يتابعها مواعيدها ما تناسبش شغله، قلت له دي مش ما هي دي مش في ايد حد، دي كلها ليها علاقه بالاداره والرعاه وكده، لكن اهو نقلت صوته. فانا عايز اقول لك الى الاهلي مؤثر في حياه الناس البسيطه والغير طبعا كل المستويات متاثره. صحيح. لكن مش معنى كده ان احنا على طول حاطين نفسنا مكان المسؤول، صعبه صعبه، خصوصا ما فيش اتفاق. يعني انت لما تتكلم وتقول الجمهور مين هو؟ انا وحضرتك ولا الاخرين؟ صحيح. فاهمني؟ معلش بنطول في الحته دي بس هي مهمه. طيب.